السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناه ام مريم. اليوم ان شاء الله باذن الله غنوجد لكم الخبز ديال الظرف. الخبز ديال الظرف كيتكون من المكونات التاليه: 125 غرام ديال الظرف. غتمشي عند اي عطار ولا مول الحانوت تقول ليه عطيني الظرف يعطيها لك. 250 غرام ديال القمح ديال الدار، عشق صغيره ديال الخميره العاديه، عشق كبيره ديال الملح، والخميره البلديه. الخميره البلديه راها صحيه ومزيانه، انا غنوريكم كيف مناش كتكون هاد الخميره البلديه ان شاء الله باذن الله. والماء باش نجمعوا العجينه. نبداو على بركه الله. بسم الله، غادي نديروا الذره هي الاولى. 125 غرام ديال الذره، ومن بعد دقيق 250 غرام، والخميره البلديه نص زلافه، والملح، والخميره ديال العاديه ملعقه صغيره تقريبا، والماء باش نجمعوا العجينه. كما كتشوفوا معايا اخواتاتي، هذا الخبز صراحه صحي، المكونات ديالو كلها صحيه، ديال الدار طبيعي. ندير الكوب مزيان كتبغي تيدلك، وماشي بحال الخبز العادي ومختلف على الخبز العادي. الطرح حتى هي مزيانه وخفيفه، ما هادشي بالنسبه للناس اللي فيهم السمنه والناس اللي باغين يضعفوا يتبعوا هاد الخبز ويرضع عليا الكبار. كما كتشاهدوا معايا خواتاتي، غنكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا العجينه ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. صافي، هي هذه العجينه ديالنا وجدات. كتشوف في وقت وجيز بالزربه وجدنا العجينه، يعني ما كاينش ما كتاخذش لنا الوقت بزاف، وسهله واقتصاديه، ما صعيبه من والو، اي واحد يمكن ليه يديرها، وهاد المقادير متواجدين عند اي واحد. وغنخليوها ترتاح اخواتي، نخليو هاد العجينه ترتاح ومن بعد ترتاح مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا الاخوات، بعد ما خمرات لينا العجينه ديال الذره، حنا غنقرصوها بالبلبوله ديال الشعير. كيف ما قلت لكم خليوها ترتاح غير 10 دقائق ومن بعد قرصوها. كيف ما كتشاهدوا معايا الاخوات، هذا هو الشكل النهائي ديال هذه العجينه بعد ما تعجنات وتقرصات بالبوله ديال الشعير. ومن بعد غادي نخليوها تخمر، وملي تخمر طيبوها ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي نطيبوها. نتلاقاو كما كتشاهدوا معايا اخواتاتي، بعد ما خمر لينا الخبز ديال الدره هو هذا، وقرصناه بالبلبوله. دابا غادي نخشيو في الفران باش يطيب. نتلاقاو باذن الله. كيف ما كتشاهدوا معايا البنات، دابا غادي نقلب الخبز. صافي، الخبيزات ديالنا وجدوا ديال الدره مقرصين بالبلبوله هما هادو. نطفئ الفران،
كيف ما كتشاهدوا معايا البنات، هذا هما الخبيزات ديالنا. صراحه جاو زوينين وصحيين، اي واحد عجبو يدعيهم. جاو محارشات زوينين كما كتشوفوا، انا غنحلها وتشوفوها من الداخل بقى سخونه كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا، صراحة جاو زوينين، كنتمنى تجربوهم. وما تنساوش تدعمونا بلايك وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.